سؤال رقم 3، إذا مطلوب منا mettez le premier paragraphe en police calibri taille 14 et mettez le reste du texte en police comique 100 ms taille 12. إذا مطلوب منا mettez le premier paragraphe en police. إذا الفقرة الأولى سوف نغير فيها الخط إلى نوع كاليبري، هذا كاليبري هو نوع من الخطوط avec la taille 14، الحجم الخط سيكون 14. إذا نذهب إلى مايكروسوفت أوفيس وورد، نفتح الفيشي ثم نقوم من خلال الفقرة الأولى. إذا هذه هي الفقرة الأولى إلى هنا، سوف نقوم بتغيير نوع الخط وكذلك سوف نقوم بتغيير حجم الخط على هذه الفقرة. إذا كما تعلمنا في الحصة السابقة، إذا لا سيليكسيون كيف نختار الفقرة، إذا نضع لاسوري في أول فقرة ثم نقوم بجليسي يعني نحرك لاسوري إلى نهاية الفقرة ثم نترك لاسوري، هذا نكون قد قمنا باختيار الفقرة التي سنقوم بإحداث التغييرات عليها. ثم نذهب إلى هنا ونختار، إذا النوع الخط هو كاليبري، نكتب في مايكروسوفت وورد هنا نكتب كاليبري اندورو، إذا يعطينا أنواع الخطوط، هذه هي كاليبري، نضغط عليها، إذا تغير نوع الخط إلى كاليبري. ثم بعد ذلك نذهب إلى لطاي، لطاي إما نحددها من خلال هنا 14 أو نقوم بزيادة أو نقصان حسب ما طلب منا. بالنسبة للسؤال الموالي، إذا السؤال يتكون من جزئين، السؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال الثاني هو mettez le reste du texte en police comique 100 ms لطاي 12. مثل لو ريست دو تكست يعني بقية النص، نذهب إلى النص ثم نختار ما تبقى من النص إلى النهاية إلى هنا، هذا هو بقية النص. نوع الخط هو كوميك 100 ms، نذهب إليه ثم نكتب كوميك بداية ديال النوع، إذا نختار من هذا السهم كوميك 100 ms، إذا هو هذا. ثم نذهب إلى لطاي 12، إذا هنا يعني بار ديفو إلي 12، يمكننا تغييرها على حسب المطلوب، طلب منا 12 إذا ستبقى 12 كما طلب منا في السؤال. إذا لا تنسونا بدعم والاشتراك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.